غازي المغربي طارق خوري علي ابو هنيه. يعني زملاء النواب الملاء النواب حتى انت الجلسه ستنتظر ريثما ترجع الى اماكنكم. دكتوره يا دكتوره دكتوره صباح ممكن مكانك اذا سمحتي. يا اختي بتراجلي بعدين يعني مش معقوله. زملاء اذا تكرمتوا. ثالثا الردود على الاسئله. واحد كتاب قوه رئيس الوزراء رقم 5000. سعاده الزميل من هذا المشروع مبلغ تتوقف عنده مليا دول يفوق حجم اقتصادنا اضعاف حجم الاقتصاد الاردني المثقل بالديون والمتواصل العجز في ميزانيته. سعاده الرئيس هيئه الطاقه الذريه الاردنيه هي احدى المؤسسات والهيئات المستقله وهي مرتبطه ارتباط كلي بالحكومه وموازنتها تندرج تحت موازنه الوحدات المستقله والحكومه تمول العجز الدائم لهذه الهيئه. المطلوب من الهيئة وبالتالي الحكومة تأمين مبلغ 1.5 مليار دولار على مدار 7 سنوات. ستضاف هذه المبالغ إلى الدين العام والذي تسعى الحكومة إلى تخفيضه إلى 77% في ضمن سنوات قليلة قادمة. ثم المطلوب من الحكومة ضمان أو اقتراض 3.5 مليار لاستكمال بناء هذه المفاعلات من بنوك الصادرات من دول المنشأ الأخرى، وهذه إضافة أخرى كبيرة سواء بالاقتراض او بضمان الاقتراض فالدين العام سيرتفع جراء ذلك. اما البنود التي لم تستكمل فيتم تمويلها من البنوك التجاريه والتي سيتم تامينها وضمانها من خلال الشركه المالكه للمشروع وليس من الحكومه كما جاء في الجواب. ولا ادري ما هي القدره الماليه وما هي سمعه الشركه مالكه المشروع لتمنحها البنوك التجاريه ما تبقى من قيمه المشروع والذي لا ندري كم هو حتى تعرفه. فالحكومة ستكون معنية بذلك وستكون ملزمة بأن تضمنه أو تقترض هي بنفسها المبالغ اللازمة وستزيد بذلك حجم المديونية وحجم عبء خدمة الدين العام. فهل ستتحمل الحكومة هذه الأعباء؟ والسؤال ماذا لو زادت كلفة إنشاء هذا المشروع 50% مثلا؟ ففي فنلندا قامت شركة أريبا الفرنسية ببناء مفاعل 1000 ميجاوات تسليم مفتاح ولكن كلفته زادت 100% وتأخر إنجاز هذا المشروع 5 سنوات عن موعده المحدد. هل تم أخذ ذلك في الحسبان؟ الخلافات لا زالت قائمة بين فنلندا وشركة أريبا وهي لم تحل بعد. الزملاء الأعزاء منذ أكثر من 9 سنوات بدأنا بالحديث عن البرنامج النووي وبناء المحطات النووية والنتيجة الآن هي لا شيء والخسارة متواصلة على مدار 9 سنوات. هيئة الطاقة تستنزف أموالنا، رواتب، أبحاث مدفوعة، سفرات، عطاءات، خبراء كلها مدفوعة، والحكومة تدفع لتغطية العجز في موازنة الهيئة. أما آل الأوان لوضع برنامج زمني لمثل هذه المشاريع ليكون للنزيف حد. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لكم. أود أن أتحدث بعمومية الموضوع أنه خيارات التمويل والأرقام اللي ذكرها سعادة النائب نحن لا نختلف عليها لكنها لم تحسم بعد ولم يحسم قرار أنه سنذهب بهذا الاتجاه. لكن هناك الآن عدة بدائل أمام الحكومة فيما يخص توليد الطاقة. معالي الدكتور خالد طوقان مسافر لكن رئيس شركة الطاقة النووية الدكتور أحمد الحيصات موجود معنا وعنده التفاصيل اللي بتسمع ساعاتك إذا بدي نخلي الطلاق يتحدث فيها. تفضل دكتور الحيصات. أنا بالحبيب الله يبارك. التفكير في خطة التمويل هي 30% إكويتي و 70% دين. ال 30% يعني تقريبا 3 مليارات ستتقاسمها سيتقاسم الجانبان الاردني والروسي علينا 1.5 مليار بمعدل 215 مليون دولار على مدى 7 سنوات. الباقي 70% لن يكون حسب على دين الحكومه حيث انه الخطه تفترض اقتراضه من بنوك التجاريه وبنوك التصدير الاكسبورت بانكس نحن والجانب الروسي
وبضمانة الشركة نفسها سيتم توقيع اتفاقية ما يسمى شراء الطاقة Power Purchase Agreement. بضمانة هذه الاتفاقية سيتم الاقتراب. نحن في سبيل تعيين مستشار لإعداد ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية البنكية Bankable Feasibility Study، ويفترض في نهاية هذا العام أن تكون الأرقام واضحة ودقيقة، وستقدم للحكومة لاتخاذ القرار المناسب. بشكل عام هذا هو الوضع. سنوات ولا زلنا لا نفعل شيء بهذا الموضوع. يجب ان تحدد فتره زمنيه، والا اطلقنا العنان للمشاريع، يعني اطلقنا العنان لهذه المشاريع ولن تنتهي هذه القصه، ولن تنتهي هذه الحكايه. سناتي في عام 2030 ونقول ان المشروع لم يجوز بعد، ونستنزف اموال كثيره وكلها من خزينه الدوله. ارجو ان يعني ان ننهج نهج يحدد لهذه المشاريع سقفا زمنيا. السؤال جمال بن ضمن السؤال، يعني تكتفي لا تكتفي، ترغب بتعديل؟ نعم انا اكتفي وانتظر، يعني وانتظر ماذا سيحصل لاحقا. شكرا. يعني خالية من التدخين تماما. السؤال الثاني. ثانيا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 5433 تاريخ 1/12/2016 مرفقه كتاب معالي وزير الداخلية وكتاب معالي وزير المالية رقم 30187 تاريخ 26/12/2016 جوابا على السؤال رقم 8 ومقدم من سعادة النائب المهندس خليل عقيلية. خليل بيك. الذي حصلت من هذا النظام اللي يعني كان جائر جدا على المواطنين، وكان ظالم، وكان جباية بطريقة ما بدي أقول سرقة، يعني طريقة فظي، يعني كان دفع الرسوم بال 2015 تشرين الثاني 2,800,000، في 2016 5,400,000، يعني ضعف الرقم تم تحصيله من جيب المواطنين. أنا اللي لفت نظري رد وزير المالية المحترم اللي بيقول رابعاً إضافة لكل اللي حكى عشان نظام هذا النظام، انه في ظل التعاون والتنسيق مع الساده اعضاء مجلس النواب. مع مين نسقتوا يا سيدي؟ انا بدي واحد من زملائي يقول لي انه نسقتوا معاهم واتفقتوا على هذه الرسوم. انا ما بظن انه واحد من زملائي المحترمين بيقدر يوافق انك السيارات اللي من 2000 سي سي ل 3000 سي سي كانت 120 دينار بتدفع الان 400 دينار. ما اظن انه واحد محترم هي كاتب انت ها. اضافه لذلك وفي ظل التعاون والتنسيق مع الساده اعضاء مجلس النواب، فقد تم رفع مشروع نظام معدل، عدلت الرسوم، ولكن حطيت براس مجلس النواب انه النواب الموافقين. انت كاتب ليك يا معالي الوزير، انت هكذا كاتب. لذلك مع سعاده الرئيس، هذا الرقم في مبالغ جدا، يعني كان يدفع بالسابق 120 الآن بدك تدفع 400، واللي من 3000 ل 4550 ليرة. طب أنا يعني أنا برضه واحد بيسكن السنة هاي أن ترفع لي هذا الرسوم، بس واحد قبل 10 سنوات ما بصير تدفع هذا الرسوم. هذا نظام ليس كما وعد رئيس الحكومة في لما رد على طلب هذا المجلس الكريم ووافق على تخفيض هذه الرسوم، اللي لغاية الآن لم يصدر النظام، يعني لغاية الآن من يوم ما اتفقنا مع الرئيس على الموازنة وقال انه انا استنادا لطلبات النواب بدي اعدل النظام، لغاية الآن النظام لم يخرج. لغاية الآن الناس تدفع على الرسوم على السابق. يعني في تأخير أول شيء، في حنث فيما قاله الوزير والرئيس الوزراء، وفي تجني انه مجلس النواب وافق على ذلك. لذلك أنا بدي أسمع من الوزير كلام هذا الموضوع. شكرا. الوزير الداخلي. خليني اقرا النص المادي. قلنا اضافه لذلك وفي ظل التعاون والتنسيق مع الساده اعضاء مجلس النواب، فقد تم رفع مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القياده وتسجيل وترخيص المركبات الى دوله رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم تاريخ الذي تم بموجبه تخفيض قيمه الرسوم الاضافيه على المركبات القديمه.
يعني احنا بشهر 6 رفعنا الرسوم على كل السيارات بحيث اللي هي العمود الاول من الرسوم. السيارات القديمه يعني السيارات اللي فوق العشر سنوات هو الجانب الايسر من الاسعار. فالمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات كانت اذا اكبر من 4000 سي سي 700 دينار صارت 200 دينار، اذا صار الحد الاقصى 200 دينار. ال 3000 ل 4000 سي سي من 550 صارت 150. فاحنا التزمنا في التخفيض على السيارات اللي عمرها اكثر من 10 سنوات حقيقه. انا اعتقد صدر النظام لانه من يومين كانه بدوا ياخذوا على الاسعار الجديده، لكن تعرف انه في اجراءات لصدور النظام مقرون بالاراده الملكيه الساميه. شكرا لنا سعاده الرئيس. اليوم مش مفروض ترجعوا للناس اللي اخذتوه؟ يعني مفروض انه من حد مقر رئيس الوزراء انه بدنا اتفقنا مع المجلس انه ننزل الرسوم. طب من الفتره هذيك اللي كان صار حدود شهر وانت تجبي من الناس على السعر القديم، مش مفروض انه هل تم معالجه ذلك في النظام اللي طلع على ان ترد اللي دفع ام لا؟ تفضل معالي. الان الحديث والحق الى صاحب السؤال الاخ خليل عطيه. سيدي نامل انه سرعه اصدار هذا النظام حتى يستفيد منه الناس ويكفي جبايه من جيوب المواطنين. ذبحنا الناس، المفروض نكون سؤال واضح. حضرتك ما في رد يعني تكتبه. شكرا. ثالثا كتاب اموال الحكومه ولم يرد بجواب معالي الوزير عن الثمن اي معلومه، مع انه لو تم بيعها بالمزاد العلني لحصدت الدوله مئات الالاف من هذه الارقام. الوزير يقول بجوابه سعاده الرئيس ان صرف الارقام واثمانها منظمه بموجب نظام لوحات المركبات رقم 52 ل 2006، ويشير الوزير الى كتاب دوله رئيس الوزراء تاريخ 22/9/2016 والمتضمن ان يكون بيع الارقام للوحات المميزه بالمزاد العلني وعدم فتح خانات جديده. تاريخ الكتاب الصادر عن رئيس الحكومه 22/9، انا وجهت السؤال ب 23/11 وتم بيع وفتح الخانات بعد كتاب رئيس الحكومه، واجابه الوزير غير مقنعه واطلب منه توضيح جواب. شكرا. معالي سعادة الرئيس، يحكمه نظام وبموجب النظام هناك لجنة من الأمن العام هي التي تقرر فتح الأرقام وصرفها وأثمانها بموجب النظام، ليس القرار لوزير الداخلية. أما الكتاب فأنا الذي طلبت من دولة الرئيس أن يكون بيع الأرقام بعد أن رأيت أن هناك عدم توازن في هذه الأمور. طلبت أن نجهز قانون وقد أعد النظام عفوا وأعد وأقر النظام، والآن هو في مراحل الأخيرة لصدوره حتى يكون البيع من خلال لجنة يكون فيها ديوان المحاسبة ووزارة المالية وضابط من الأمن العام وتباع الأرقام التي لها قيمة مادية من خلال هذه اللجنة. الآن هذه الإجراءات المتبعة التي نعمل بها في إدارة الترخيص. لم يمر في مراحل من الان، هو في انتظار صدور الاراده الملكيه حتى ينفذ. لا نستطيع ان نطلب من اللجنه ان تقوم الان ببيع، بل نحتكم للنظام السابق وهو ما تم البيع من خلاله. هناك تحديد الارقام بموجب النظام وهذا ما تم العمل فيه. اما الان فكل شيء الان طلبنا وقف فتح اي ارقام جديده الى ان يصدر النظام في مراحل الاخيره ويتم البيع من خلال لجنة كما ذكرت. شكرا. الجواب واضح. لا مش واضح هذا الجواب. ما بكتب بالجواب. غير مقنع لك معناته بدك باجراء ثاني. اما اذا ما في توضيح سيدي حول السؤال الاستجواب. لماذا لم ينتظر لحين صدور القرار النظام واعلان بالمزاد العلني وبيع بالمزاد العلني؟ ليش احنا اللي للعامة؟ في ناس اخذ 4 ارقام و7 ارقام ما بدي احكي اسمائهم. لا ما بدي اخ محمود. يا زملاء اذا تكرمتوا لا
الوزير للمرة الثانية كان يعني حول النظام المعد أو الذي تحت الإجراء. أنت تطرح موضوع ثاني، إذا لا تكتفي مثل ما تفضل بتحول سؤالك إلى استجواب. شكرا. رابعا، المسؤولين والوزراء بالاطلاع علي لقد أبردت، لقد وردت هذه المقدمة لكي يقوم كل مسؤول بمسؤولياته على أكمل وجه. سعادة الرئيس، سبق وأن نبهتم الحكومة بأن تكون إجاباتها على الأسئلة للسادة النواب واضحة ومحددة وفقا للسؤال المقدم، واليوم أجد الحكومة وكأنها لم تسمع ما قلتم يا سعادة الرئيس. وأنا متأكد من أن دولة الرئيس لم يطلع على إجابة معالي أمين عمان، لو اطلع على هذه الإجابة لكان ما سمح بإرسال مثل هذه الإجابة لمجلس النواب. وهنا أتمنى من جميع الزملاء المحترمين الاطلاع على السؤال ثم الاطلاع على الإجابة. هذه الإجابة هي عبارة عن استهتار واستخفاف من مجلس النواب، والسؤال في واد والإجابة في واد. سعادة الرئيس، الإجابة لو حطيت على جوجل تطلع معك لوضعنا الحكومة. فكيف لمن يدير عمان العاصمة الحبيبة بأن يقدم مثل هكذا إجابة؟ كيف يستطيع إدارة عاصمتها ومن لم يستطيع الإجابة على السؤال؟ وأنا أخاطب الحكومة وأقول لم أكن أتوقع أن ترد الإجابة هكذا إجابة، وأشكر الله أنني أرسلت هذا السؤال ليتضح استهتار واستخفاف عمدة عمان. يا دولة الرئيس، لقد بلغ السيل الزبا. نعم، أنا سألت السؤال عن الباص السريع، وما أدراك ما هو الباص السريع؟ وعلى السريع الباص أندب مشهدي، طار الرصيد بسرعة لم تشهدي، ويمر عاما تلو عاما دون ما فعلا بمشروع السريع المعقد. أين اختفت؟ أين اختفت منح السريع وبددت؟ إن الفساد طبيعة في المفسدي. وهنا أقول يا سعادة الرئيس، هذا مشروع فاشل بجميع مراحله. وهنا أتساءل بعد سنوات، بدي مشروع واحد عملته الأمانة خلال هذه الفترة، وأنا أنتظر أن تأتينا الإجابة واضحة يا سعادة الرئيس. وشكرا. شكرا. تفضل معالي الدكتور محمد نبات. لم تشكل هذه الإجابة قناعة لدي، فلا مانع لدينا من أن يطلب من أمين عمان الكبرى أن يأتي إلى إحدى القاعات في مجلس النواب الموقر ويقدم. دقيقة يا زملاء، يا أخوان تسمحوا لي أكمل، بس تسمحوا لي أكمل. يا زملاء، إذا تكرمتم ما كملت. إخوان، النظام الداخلي يحدد بأن المسؤول أمامكم هو دولة رئيس الوزراء. أرجو من الزملاء الكرام الرجوع إلى النظام الداخلي. هنالك صلاحيات للمجلس بأن يسائل دولة الرئيس وهو المسؤول عن أمين عمان. يا إخوان، أرجو عدم المقاطعة. إذا ما في نقاط نظام في جواب إلى الوزير المعني. تفضل يا دكتور محمد. سيدي اسمح لي أكمل. تفضل. شكرا أصحاب السعادة. لو سمحت نحن نتحدث عن إجابة. يا زملاء، يا إخوان، اسمع أستاذ صدام. يا صدام، هذا كلام سأضطر إلى إنهاء الجلسة إذا بكل حديث بهذه الطريقة. لن أقبل بأن نستمر لمخالفة النظام الداخلي. الزملاء، إذا تكرمتم إما أن تحترموا النظام الداخلي حتى يحترمكم الآخرين وأن يوافيكم الحكومة. أرجو من معالي الوزير إكمال الحديث. شكرا سعادة الرئيس. فإذا لم تشكل هذه الإجابة قناعة أو صورة واضحة لدى سعادة النائب المحترم، فلا مانع من ذلك أن يأتي مجموعة من الخبراء المختصين في أمانة عمان في أحد غرف المجلس. اسمحوا لي أكمل.
في إحدى قاعات المجلس الموقر في مجلس النواب، ثم يتم شرح آلية عمل هذا العطاء والمشروع الذي نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون نتاج هذا المشروع خير على عمان وأهل عمان ويتبع مشاريع أخرى إن شاء الله في المملكة. شكرا سعادة الرئيس. أنت أحمد إما تكتب الجواب أو تستدعي الشخص المعني عن هذا السؤال. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، بالبداية أنا كل الاحترام لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والمحبة لهذا الرجل الذي يعمل بالميدان. سيدي بالبداية تفضل وقال سيتم إحضار أمين عمان، ونحن نعرف في المجلس الماضي المجلس 17 كل النواب وكل الحكومة لم يستطيعوا أن يحضروا أمين عمان. أنا أطالب بإجابة كافية معالي الوزير، وإذا لم تكن هناك إجابة سأحول الاستجواب ليكون ملك إلى مجلس النواب. وشكرا سعادة الرئيس. إني سمعت مثل هذا الرد غير المقنع ولا يرتقي إلى مستوى دولة، وأسجل أمام مجلسنا الكريم طلبا إلى الحكومة أن تقوم بواجبها وأن تعلمني بالتهمة الموجهة إلى الصحفي. صار له أكثر من سنة لا نعرف التهمة الموجهة إليه، وما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة للدفاع عنه. وفي الرد قالوا بأنه مريض، هل شفي من مرضه أم لا؟ كما أسجل استغرابي من عدم قيام الحكومة بالاستعانة بالأجهزة الأمنية، يعني إذا عزت الحكومة تستعين بالأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة التهمة الموجهة له. من حقنا أن نعرف، من حق أسرته أنها تعرف، من حق زوجته أنها تعرف. هذا الرجل حول من سجن إلى سجن ومن محكمة إلى محكمة، على الأقل إحنا كمجلس نواب وهو كمواطن نعرف شو التهمة، يعني على الأقل يعني بدنا رد مقنع. الرد اللي أجا غير دقيق وغير مقنع، وحقيقة أنا بنتظر جواب شافي. هل يعني مدان أم غير مدان؟ هم الدولة تقول بأنه تهمة جزائية، يعني طيب ما هي التهمة؟ لماذا موقوف للآن؟ لماذا لم تستكمل محاكمته للآن؟ المحامي الذي عين من قبل نقابة المحامين لم تسأله الحكومة، الأخ خزائن لم تسأله الحكومة، ولم نعرف أي شيء بماذا قام المحامي. إذا الحكومة عاجزة من خلال سفارتها أنها تعرف التهمة، طب المحامي هل هو عاجز؟ ما هو بقابله، طب نعرف شو التهمة على الأقل. شكرا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، الحقيقة تابعت سفارتنا في أبوظبي ومنذ أن اخترت في قضية المواطن الصحفي تيسير النجار حيثيات قضيته مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أفيدت السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بأنه هو موقوف على ذمة قضية جزاء أمن دولي. تتواصل معه السفارة وطاقم السفارة عبر القنصل الأردني في أبوظبي، وتواصل معه في أكثر من مناسبة وزاره. آخر تواصل للقنصل مباشرة كان منذ نحو شهر. يقوم موظفو العلاقات العامة في السفارة الأردنية في أبوظبي بالتواصل مع إدارة مركز الإيقاف الموجود فيه للوقوف والاستجابة لاحتياجاته. تابعت من قبل الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية ومن قبل سفارتنا ما تردد حول وجود ظروف صحية يمر بها هذا المواطن، وفي إطار ما يسمح به النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة من تأمين دواء وغيره. ما أفادتنا به سفارتنا في أبوظبي أن وضعه الصحي إجمالاً مستقر. بالتأكيد التواصل معه محكوم بضوابط ما يسمح به النظام القانوني والقضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. آخر ما وفدنا به بأن قضيته كلها قضية أمن دولة جزاء ستحول المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي. وهناك بالفعل محامي مكلف من نقابة المحامين الأردنيين بمتابعة قضيته، وهذا المحامي حاول أن يتواصل معه. المعلومات المتوفرة لدينا بأنه لم يتمكن بعد من رؤية والتواصل معه، ريثما يصار إلى التحوية الرسمي للقضية للمحكمة الاتحادية وتأخذ مسارها القانوني أمام هذه المحكمة الاتحادية. ووضعت أسرة الصحفي تيسير النجار في صورة ما تقوم به السفارة والقنصلية العامة في دبي. شكرا سيادة الرئيس. هل تنتبه المنصور؟ تنتبه؟ المحامي وفاء بني مصطفى. ست وفاء أكيد تنتبه.
أما في موضوع الكتاب أو السؤال الذي قمت بتوجيهه فهو نتيجة اللغط الكبير الذي رافق التعليمات أو التعديل الذي حدث لنظام الأبنية الجديد. وأود أن أستمع من معالي الوزير إلى توضيح لنقطتين هامتين، وهما النقطة المتعلقة بالسريان على التجاوزات القديمة، سريان هذا النظام على التجاوزات القديمة وكيف سيتم التحصيل، لأنه هذا الأمر عندما تم الحديث عنه كان هنالك قد يكون مبالغة قليلا بعد ما قرأت الإجابة في حجم التأثيرات المالية التي سوف تنعكس على المواطنين. فأود أن أستمع إلى التوضيح حول بعض أهم التعديلات الجديدة التي جاء فيها النظام. شكرا. تفضل معالي وزير البلدية. شكرا سيدي الرئيس. لم يختلف بالأحكام عن النظام السابق، بقيت الأربع طوابق أربع طوابق، زاد النسبة المئوية من أجل المصعد ومكرر الدرج تحديدا، منح تسهيلات للمشاريع الاستثمارية الكبرى كالأبنية العالية في المناطق السكنية في شروط معينة والأبنية العالية في المناطق التجارية، وسمح ببعض الاستعمالات في السكن كالفنادق والمدارس وبعض المجمعات الاستثمارية. أيضا عمل على إيجاد منطقة تنظيم أو تفصيل التنظيم ما يسمى بالزونينج، سمح في بعض المناطق لأبنية محدودة الارتفاع وبعض المناطق أبنية كثيفة ومتعددة الارتفاع، ففصل على حيث أنه مناطق الفلل تصبح بعيدة عن المناطق الأخرى. بالنسبة للرسوم لم تزد الرسوم، إلا أن التجاوزات للأبنية المقترحة أصبحت عالية جدا، وبالنسب التي يقرها قانون التنظيم حسب المادة 37 من التسهيلات حسب وضع القطاع المتأثرة أو المتضررة. الأبنية القائمة قديما كلها عالجها على النظام السابق، ووجد نص بالنظام أجاز ترخيص الأبنية على النظام السابق لجميع الأبنية القائمة وأعطاها مهلة لغاية 30/6 من عام 2017 لتصويب أوضاعها، وقسط الرسوم على 3 سنوات لهذه الأبنية، سمح بالتقسيط على 3 سنوات وعلى النظام القديم، وأيضا تم توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين لترخيص الأبنية القائمة بمخططات جزئية وليست أصولية، ولا يترتب عليها رسوم عالية اللي هي رسوم أشبه بالكروكيات، إلا أنها مخططات جزئية مصدقة من النقابة لكن دون رسوم عالية. وأيضا رافقوا خطة إعلامية تقوم فيها البلديات حاليا من أجل دعوة المواطنين لترخيص كل الأبنية القائمة قديما قبل صدور النظام، بحيث تستفيد من النص الانتقالي الذي يجيز ترخيصها على النظام السابق. أجاء النظام في جزئية جديدة أنه لا يتيح ترخيص مساحات أو عدد شقق إلا بتأمين مواقف السيارات حسب عدد هذه الشقق والمساحات المطلوب ترخيصها للأبنية المقترحة الجديدة. شكرا. شكرا على هذا التوضيح، لأن هنالك كان لغط بالنسبة لستة، إنما ورد على لسان الوزير 30/6، فهل ستعطى مهلة يعني 6 شهور كاملة ل1/6/2017 من أجل هذا الموضوع؟ ثم يعني هل يفرق بين المحافظات؟ وأكتفي بالإجابة. سابعا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6174 تاريخ 20/12/2016 في تأهيل القاعات في المركز الثقافي الإسلامي في الزرقاء. الله يستر أن يبدأ بتأهيل مساجدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد استسمنت ذا ورم يا معالي وزير الأوقاف بهذه الإجابة. الأمر الثاني، ذكر معالي بين يدي إجابته قال يتم، أرجو الانتباه من الإخوة الزملاء، يتم تغطية بعض النشاطات والفعاليات من خلال عوائد البرامج الوقفية
وفق شروط الواقفين، وهذه مجازفة خطيرة جدا. ما الضوابط لهذه البرامج؟ وقد طلعتنا الأخبار وقد حذرت من هذا في سؤال قد تأتي الإجابة عليه لاحقا، بأن بعض أموال الوقف جاءت عوائدها البنكية لبعض كبار الفاسدين مع الأسف في الوزارة، وقد سمعنا بالفضيحة المالية مع الأسف التي صدمت الشارع الأردني، وصدمتنا من قبل بأن أحد الأئمة ضمن هذه العوائد الوقفية يتقاضى ما يقرب من 50 دينار أردني شهرياً. 50 دينار، وهكذا مع الأسف هذا الموضوع. وأيضاً حتى لا أخذ الوقت الطويل من وقت المجلس الكريم، في الإجابة الثالثة يقول معالي الوزير أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والمؤذنين. كيف والوزارة تمارس ثوراً غريباً عرفياً بما يسمى بالخطبة الموحدة التي جلبت هز وسخرية الشارع الأردني، والتي تعطل الإبداع وتكمم الأفواه وتحاصر الحريات مع الأسف الشديد، وترجع بنا إلى القرون الوسطى؟ الإجابة غير كافية وغير مقنعة مع الإحترام الشديد. تفضل مع الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً. لابد أن ندلل على أنها غير مقنعة. أما أن نقول بأنها إجابة مقنعة أو غير مقنعة فهذا لا يكفي. بداية ما يتعلق في هذه المسألة، سعة الدكتور، وردتنا معلومات من الصحف ومن المواقع الإلكترونية بأن مديرية أوقاف الزرقاء تلقت دعماً أمريكياً من USAID، وهي المنظمة الأمريكية وكالة الإنماء الأمريكية. تحققنا من الأمر، تبين أن الأمر غير صحيح، بقيت التفاعلات، فشكلت لجنة تحقيق إلى فضيلة مدير أوقاف محافظة الزرقاء. تبين بعد التحقيق بأن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، وإنما ورد خطأ ما بين الـ UNDP والـ USAID وبينهما فرق يا سعادة الناس. هذا يتكلم عن المركز الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك يتكلم عن المركز الإنمائي الأمريكي، وبينهما فرق. كانت القضية تتعلق بتأهيل قاعات ومركز تدريب في محافظة الزرقاء، وهذا الأمر تمت الموافقة عليه ووافقت عليه أنا شخصياً من UNDP وليس من USAID، وصدر النفي من خلال وزارة الأوقاف في هذا الأمر بشكل واضح وقاطع، ومن يدعي غير ذلك فعليه الإثبات. هذا ما نقول نحن بكل وضوح وصراحة أمام هذا المجلس الموقر. هذه النقطة الأولى. القضية الثانية وهي ما يتعلق ب، وأعتقد أن الإجابة واضحة وتتلخص بأن هناك فرقاً بين الـ UNDP والـ USAID، وأؤكد مرة أخرى أنه لو كان هناك دعم الـ USAID لما أخفينا ذلك شريطة عدم التدخل في المضمون وفي المحتوى. هذا الأمر إحنا لو كان، أقول لو كان، لن نكذب، سنقول بأنه هناك دعم من الـ USAID أو ليس هناك دعم من الـ USAID، لكن نحن نؤكد بأنه لا يوجد في هذه العملية وفي عملية تأهيل محافظة الزرقاء الدعم الموجود هو من UNDP، وأنا تحققت منه شخصياً لهذه الغاية. النقطة الثانية ما يتعلق بالبرامج الوقفية. البرامج الوقفية يجب أن تصرف وفق شروط الواقفين، وبالتالي إذا وقف الواقف، وهذا الحقيقة اللي إحنا اليوم دورنا الكريم في أن نتكلم لحث الناس على الوقف على التعليم والوقف على الصحة وعلى غيرها، إذا كان هناك من أوقف عمارة أو بناء أو وقفيات معينة لغايات تعليم الأئمة أو التعليم الشرعي، نعم سوف نصرف من شروط الواقفين، لأن هذا التعليم يحقق شرط الواقف، ولكننا لن نعتدي من شروط الواقفين على غيرها، وبالتالي شرط الواقف كشرط الشارع، هذا صراحة أو ضمنا، وهذا الأمر متفق عليه. القضية الثالثة وهي ما يتعلق بالخطبة الموحدة، فأعتقد أنه لا يخفى على الناقد البصير
ما نعانيه اليوم وما تتحدث به وسائل الإعلام وما أنتم تتحدثون به عن حاجتنا إلى الارتقاء بخطبة الجمعة، وأن نراعي مسامع الناس وأن نحترم مسامع الناس في هذه الخطبة التي يجب أن يتصدر لها من هو مؤهل لأداء هذه الخطبة. وأعتقد أن زميلك الدكتور مصطفى العساف في الجمعة الماضية قد خطب، خطبت في الجمعة الماضية وكان يعني طبعا بناء على طلب وقام بأداء خطبة الجمعة، وكل التقدير والاحترام له أنه أيضا التزم بالمضامين الكريمة المباركة التي دائما يتحفنا بها. الشاهد في هذا الموضوع أنه حينما تتقدم لجنة من كبار العلماء، وهذا السؤال فعلا للمجلس الكريم، حينما يكون لدينا لجنة من كبار العلماء رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها، حينما يكون لدينا علماء أجلاء يضعون مواصفات متميزة لخطبة الجمعة مستشهدين بآيات بأحاديث بنصوص بوعي للأمة بوعي حضاري لها، أعتقد أننا في هذه المرحلة التي نقوم بتطوير خطبائنا ودعمهم وتقديمهم بالشكل الأفضل. نعم، نحن بحاجة إلى خطبة موحدة، وهي ليست دائمة بالمناسبة، وإنما خاصة في بعض المراحل التي تكون حادثة مقتل نهض، حتى حادثة شهداء الكرك. كيف يمكن في حادثة شهداء الكرك أن يكون لدينا شهداء يسقطون وأن تكون منابر مكتوفة الأيدي لا تتكلم عن ذلك، ولا تتكلم عن محاربة الفكر الإرهابي، ولا تتكلم عن محاربة داعش؟ كيف يمكن لها أن تبقى صامتة؟ يجب أن تتحدث هذه المنابر. شكرا لك سيدي. أنا بسر بالجواب يعني فلاش تطلع إجازة. المنظمة الأمريكية والإنماء الأمريكية من سلة واحدة، لكن السؤال الكبير يا معالي الوزير، ووزارة الأوقاف وزارة كبيرة ذات أموال ضخمة جدا، وأنا ربما في مقبل الأيام أثبت أمرا آخر، الوقت يضيق، أن أتساءل كيف يتم أمر لمديرية أوقاف ويصدر هذا الأمر دون علم الوزير، ثم تتناقض بالإجابة مع الاحترام الشديد وتقول صدر هذا بإمضاء في سؤال في جواب في بإمضاء مني. يعني الآن وأنت تجاوزت موضوع، وقد تقدمت به سؤال أيضا، موضوع الوقفيات الذي ربما يسد جانب كبير من جيوب الفقر، 48,000 دينار أردني من أموال الوقف. أرجو أن أستمع إجابة حول هذا الموضوع بعد إذن سمحت. بس إذا سمحت خلينا مقتصرين بصلب السؤال الذي أرسل، ومع الوزير مقيد بتوضيح الجواب الذي أرسل. تفضل معالي. شكرا سيد الرئيس. فيما يتعلق بقضية أثرتها 48 أخرى بأن أخذت حقا في الحديث وأنا الآن أعطيت الحديث مع الوزير. طيب سعادة الدكتور أحمد، فيما يتعلق باليو إن دي بي هو يخضع إلى الأمم المتحدة، واليو إس إيد للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي في فرق بين الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبين برنامج اليو إس إيد، وهذا الأمر مش بدون علم الوزير، أنا موقع عليه وموافق عليه على اليو إن دي بي مش على اليو إس إيد. شكرا. الآن إما أن تكتفي أو تذهب إلى، ما في توضيحات ثانية؟ والله أيضا أزيد يعني زاد الطين بلة، كالوكالتان كلاهما تمارس أجندة للحرب على هل تكتفي يا دكتور؟ شكرا، أنا لا أكتفي بالإجابة. شكرا. لا تكتفي؟ يعني ما بدك استجواب خلاص تنتهي لوين؟ لا أكتفي. خلاص شكرا. ثامنا، كتاب معالي وزير المياه والري رقم 698 تاريخ 27/12/2016 جوابا على بالتوجه إلى شطب مطلع ما تحدث به معالي وزير الأوقاف، من حيث أن كلام سعادة النائب مقنع أو مش مقنع، بدك تجيب أدلة أو ما بصير. أرجو أن تتقيد سعادة الزعيم. اسمح لي سيد الرئيس، لك الحق الحديث. اسمح لي سيد الرئيس، أنا أتقيد بنظامك. إذا سمحت الحديث أنا أتقيد بنظامك يا سيدي. أرجو أن تعود إلى سؤالك. أتقيد بنظامك يا سيدي، ولكني كنت أتمنى أن يشار إلى ذلك. وكنت أتمنى أن تبدأ بنظامك. أما ودك سيد الرئيس، إذا تكرمت سيد الرئيس، أنا لا أرغب الاختلاف معك.
يسمح، ولكني ملتزم بالنظام الداخلي. طيب التزم. وملتزم بالدستور، واذا كانت مخالفه دستوريه علينا ان نعتبرها. الماده 87 من الدستور تعطي النائب الحديث بمنع الحريه، لا يستطيع احد ان يؤنب النائب. ومع ذلك سيد الرئيس، اعود الى سؤالي، اعود الى سؤالي سيد الرئيس. النائب اخذ ولم يأخذ أعود إلى سؤالي سيد الرئيس، أعود إلى سؤالي سيد الرئيس، شكرا، أعود إلى سؤالي، إذا سمحت، سيد الرئيس، مرة أخرى تأتينا الحكومة بإجابة لسؤال من أربع فروع، سؤال يتحدث عن العطاءات التي تطرحها وزارة المياه والري بما يتعلق بالسدود ومحطات تحلية المياه. وجاءني السؤال، وأنا أقدر للأخ معالي وزير المياه أنه التزم بالمدة المقررة وأجابني إجابة، ولكن هذه الإجابة تدعوني مرة أخرى إلى الحزن، لأنني اعتقدت للحظة بأن الذهنية التي حكمت عقول الوزراء خلال السنوات السابقة قد تغيرت مع هذه الحكومة. جاءني السؤال يتحدث عن عطاءات من 2010 إلى 2016 بقيمة بحدود 70 مليون دينار موزعة على السدود، وأغفل قضية محطات التحلية ولم يتحدث عنها أو يتطرق لها من قريب أو بعيد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سألت إذا كنا كدولة نحترم ونقدر قطاعنا الخاص ومؤسساتنا ومقاولين اللي موجودين عندنا على الأرض الأردنية واللي أصلاً أموالهم عندنا، إنه هل نحن نعطي الأولوية بل نفسح المجال للمقاول الأردني أن يساوى بالمقاول الأجنبي أم لا، وهل هو قادر أو غير قادر؟ جاءتني الإجابة أيضاً، يعني ما أعرف، أقول لك إنه حسب سعة السد وحسب مش عارف إيش وكذا، مع أني أعلم جيداً سيد الرئيس وزملائي الأكارم بأن سعة السدود التي هي مطروحة ضمن إجابة الوزير كلها متقاربة مع بعض البعض، وهناك شركات أجنبية أحيلت عليها هذه العطاءات، وهناك شركات أجنبية أحيلت عليها عطاءات أخرى أيضا. وما لفت انتباهي ولماذا توجهت أنا بهذا السؤال من حيث المبدأ سيد الرئيس زملائي الأكارم، توارد إلى مسامعي أن هناك شركات أجنبية يتردد اسمها في جل عطاءات وزارة المياه والري، وهذا يدعونا إلى التساؤل، يعني هل يعقل أن هذه اللجنة هي الوحيدة أم العريفة الموجودة بالعالم؟ يعني ما في عندنا مقاولين قادرين على أنهم يقوموا بهذه العطاءات، معقول؟ فعندما يتردد اسم شركة في أكثر من عطاء ونتحدث عن عطاءات بسبعين مليون، مع أنه كل سنة عندنا عطاءات لوزارة المياه تتجاوز مئات الملايين، إحنا نتحدث عن ست سنوات ويأتيني إجابة بسبعين مليون سدود وإحنا نتحدث عن عطاءات بمئات الملايين، فهل هذه إجابة تحترم عقول مجلس النواب؟ أنا لا أتحدث هنا لا بصفة شخصية ولا لدي أي تحفظ شخصي على أي من أعضاء الحكومة، بل أجل وأحترم على الصعيد الشخصي كل من شارك في هذه الحكومة ويتحمل أمانة المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، ولكن علينا أن نحترم عقول من يوجه الأسئلة. لذلك جاءني السؤال ناقصاً سيد الرئيس، ناقصاً بكل المعايير وبكل المعلومات المطلوبة. السؤال واضح يقول كم بلغت قيمة العطاء المتعلقة بالسدود منذ عام 2010 حتى التاريخ؟ وأتى جواب وزارة المياه والري على سؤال سعادة النائب كاملاً وافياً غير منظوظاً. هذه هي عطاءات السدود التي أحالتها وزارة المياه والري منذ العام 2010، ليست ناقصة سدا واحدا ولا عطاء واحدا، ولا يوجد غير هذه السدود الواردة في كتابي مع احترامي لسعادة النائب. تم إحالة خمس سدود منذ عام 2010 وهي كما وردت بكتابي، وإذا هنالك أي سد آخر يتحدث عنه سعادة النائب لم يرد بكتابي أتحمل المسؤولية القانونية والسياسية أمام هذا المجلس الكريم أولاً. ثانياً يقول سعادة النائب ويشير بأصابع الاتهام بأن هنالك شركة أجنبية يتكرر اسمها، وأنا أوضح أمام أصحاب
أسماء الشركات التي أحيل عليها. 5 شركات، منها ما هو أجنبي ومنها ما هو محلي. هل تكرر اسم شركة أجنبية ضمن هذه الـ5 شركات الموجودة أمامكم؟ الجواب لا. فهم من سؤال سعادة النائب بأن هنالك سدود عليها تحلية أو نقوم بتحلية مياه السدود، ولهذا السبب لم نجاوب لأنه لا يوجد لدينا محطات تحلية على السدود، باستثناء محطة تنقية وحيدة تم عملها لتغذية محافظة الكرك بمياه الشرب، وهي ليست على السد، هي على بحيرة السد. إلا إذا رغب سعادة النائب بأن أزوده بمعلومات إضافية عن محطات التحلية للمياه المالحة. محطات التحلية ليس لدينا محطات تحلية على البحر، المتوفر لدينا هو محطات تحلية للمياه الجوفية ذات الملوحة المرتفعة، لا يوجد غير هذه المحطة. أشار سعادة النائب أيضا إلى أنه كيف في بعض الأحيان يتم الإحالة على مقاول محلي وفي بعض الأحيان على مقاول أجنبي. وأقول لسعادة النائب بأن هذا الموضوع محكوم بالطبيعة الفنية لهذا السد أو ذلك السد. هناك سدود ترابية من الممكن للمقاول المحلي أن يقوم بعملها، وهناك سدود إسمنتية أو إسمنت مدحول تحتاج إلى خبرات أجنبية وغير متوفرة في البلد. هناك أيضا متطلبات الممول وشروط الممول التي تفرض على وزارة المياه والري بأن يكون المنفذ لهذا المشروع مقاول أجنبي، ولهذا السبب تجد في بعض الأحيان مقاول أجنبي وفي بعض الأحيان تجد مقاول أجنبي زائد مقاول محلي. فأعتقد أن جوابي على هذا الموضوع واضح. أنا أعتقد سعادة الرئيس هذه استفسارات سعادة النائب، اللي إذا سعادة النائب رغب بأني أبعث له محطات التحلية التي حالتها وزارة المياه والري خلال 5 سنوات الماضية، فأنا على استعداد تزويده بها في كتاب آخر. شكرا سعادة الرئيس. وهذا هو تعريف السؤال بالنظام الداخلي. النائب يوجه السؤال عندما يتوارد لمسامع ومعلومات أو يرغب بأن يستفهم من الوزير المختص حول قضية ما. وهذا طلب، أنا ما أشرت بعد الاتهام لغاية الآن لأنه ما عندي شيء. لغاية الآن أبحث عن معلومات، هذا من ناحية. تكرار اسم الشركة الذي يتحدث عنها معالي الوزير. نعم بإجابتك ما تكررش لأنه إجابتك ناقصة. فبالتأكيد لن يتكرر. كنت متوقع أنه يتكرر اسم الشركة وإجابتك جيدة تتحدث عن شق واحد من السؤال. بالتأكيد لن يتم هناك تكرار. أما فيما يتعلق بأن فهم من السؤال أدرك وأقدر للوزير. إذا كان فهم من سؤالي معنى سؤالي واضح، يقول كم بلغت قيمة العطاء المتعلقة بالسدود ومحطات التحلية للمياه أي شقين. ومع ذلك إذا كان فهم سؤالي خطأ فلا ضير في ذلك، فأنا أنتظر لأن يجبني معالي الوزير على كافة النواقص في هذا السؤال، وخاصة ما يتعلق منها بمحطات تحلية المياه، لأن يعلم بأن محطة واحدة من محطات التحلية يعني كانت قيمة عطائها قد كل السدود اللي مجاوبنا على 70 مليون إذا مش أكثر. فأنا سؤالي سيدي أنتظر لحين أن يزودني معالي الوزير بباقي المعلومات ومن ثم يصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنه. شكرا سيد الرئيس. تاسعاً. دقيقة، هل ستزود؟ نعم سعادة الرئيس، أنا سأزود سعادة النائب بما هو مطلوب وهو شيء إضافي طلب سعادة النائب، لأن ما ورد بسؤال سعادة النائب هو معطوف على السدود وليس سؤالا منفصلا عن محطات التحلية. أما عن محطة التحلية قيمتها 70 مليون نفذتها وزارة المياه والري بآخر 5 سنوات، فأنا كوزير المياه والري ليس على علم بهذا الموضوع. شكرا سعادة الرئيس. تاسعا، كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 56548 تاريخ 29/12/2016 جوابا على السؤال رقم 80 والمقدم من سعادة النائب الدكتور خير أبو صالح. تفضل دكتور. أعطى الإجابة على هذه النقطة، وهذا يدعني معالي الرئيس أن أضع علامات استفهام حول جدية وزارة الأشغال في تنفيذ هذا المشروع. الأمر الآخر، أننا استفسرنا عن التاريخ المتوقع لانتهاء الأعمال ولم تتضمن الإجابة أي تاريخ عن انتهاء أعمال صيانة طريق الموقر الأزرق وطريق الموقر سحاب، ولم يتم أيضا هناك
أي تاريخ لتحديد نسبة الإنجاز أو تاريخ انتهاء الأعمال لأعمال جسر الجويد وجسر مادب المطار. سعادة الرئيس، بتاريخ 5/12/2013 افتتح معالي الوزير جسر الفيصلي لمودة، وفي ذلك الوقت وأمام الإعلام حدد مهلة لانتهاء طريق سحاب لمودة بمدة أقصاها شهر شباط 2014. وها أنا أمام السادة النواب أقول لهم أنه لغاية الآن ونحن على أبواب شهر شباط 2017 لم ينتهي العمل في هذا المشروع، وهناك نواب من منطقة سحاب والموقر وشرق عمان يستطيعون أن يدلوا بشهادتهم في هذا الموضوع. فأنا لا أستطيع أن أنتظر 5 سنوات أخرى على أمل أن يتم إنجاز هذا الطريق. ومعالي الوزير يقول في إجابته أن هذه أعمال صيانة روتينية. الصحيح ليست أعمال صيانة روتينية، والذي يحضر إلى مقبرة سحاب الإسلامية يجد أن كل أسبوع هناك تحويلات جديدة وكل أسبوع هناك طريق جديدة. هذه الطريق تخدم مدينة الموقر الصناعية وتخدم مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب، وتخدم عدد كبير من رواد هذا الشارع، وهو شارع دولي بالمناسبة. ولغاية الآن 5 سنوات كل يوم هناك تحويلة جديدة على هذا الشارع. أيضا فيما يتعلق بجسر الجويدة مادبة، أنا استحقت معالي الوزير إلى هذا الشارع وشاهد الشارع بأم عيني، وأيضا وردني إجابة منه على سؤال سابق بتاريخ 18/4/2016 يؤكد قرب انتهاء هذه الأعمال، ولغاية الآن لم تنتهي هذه الأعمال. وهذا الشارع شارع الجويدة مادبة مليء بالحفر سعادة الرئيس، ويعاني من تكسير طبقة الإسفلت، فأصبحت سائق يتحرك من يمين الشارع إلى يساره وبالعكس بعد تجنبا للحفر، مما تسبب في حوادث متكررة. وأنني أعتقد أن الوزارة لديها إحصائية بالحوادث التي تحصل على هذه الطريق، وهي حوادث يومية وخطيرة، وأصبح هناك عدد من الوفيات على هذا الشارع. معالي الرئيس، الحقيقة أنا أستغرب أن يأتيني هذا الجواب الغير مهني والغير منضبط والذي لا يوجد فيه تاريخ ولا مراحل إنجاز من وزير أنا أعرف مهنيته وأعرف قدرته العلمية الفائقة، ولربما أن هذا الكتاب بر على الوزير ووقعه دون أن يلاحظ تفاصيله. سعادة الرئيس، أنا يعني لا أكتفي بالإجابة وأطالب بمزيد من التوضيحات، وإذا لم يتردني التوضيحات خلال المدة القانونية سأقوم بتحويل هذا السؤال إلى استجواب. شكرا. يعني يا أخوان، بس قبل ما أعطي الوزير أرجو الإيجاز، يعني السؤال الجواب عندكم، السؤال فقط عن الشغل. إجراءات جمرك عمان انتهت، أقل عروض كانت 92 مليون دينار، أقل من الكلفة التقديرية، 11 عرض عروض تنافسية. قبل يومين كان في اجتماع مع معالي وزير المالية واعتمد الموضوع وانتهت. اليوم نقدر نحكي عنه، قبل أسبوع ما كنا نقدر نحكي عن هذا الموضوع، فاليوم الحمد لله نقدر نقول إن جمرك عمان استكملت إجراءاته العقدية كأعطاء، ونتوقع أن نكون بشرته ب 1/7 من هذا العام. الأربع عطاءات لها علاقة بالتنفيذ الأبنية اللي هي المركز الصحي والمدارس، تم وضع لكل واحد فيهم شو نسبة الإنجاز الحالية وإمتى تاريخ الانتهاء. إذا نروح على الطريقين بالأخرانيات، جزء مفهوم كان شوي خاطئ عندنا. أخي خير، الموضوع اللي حكيت عنه اللي هو الفيصلية والجسر اللي طلعت عليه عام 2013 كانت الوعود اللي حكي على طريق الدائري، وافتتحنا الطريق الدائري قبل حوالي شهرين. الحمد لله كمان إنه الطريق الرئيسي تم افتتاحه. الفرق اللي بنحكي عنه اللي هو أسفل الجسر عند منطقة سحاب بعد في أعمال، هذا العقد معنا مع المقاول باقي عندنا كمان 4 شهور حتى مقاولنا تعتبر يخلصوا. ضل الطريق الرئيسي اللي بتحكي عنه هو طريق الجويدة. طريق الجويدة فيه بده بحاجة لصيانة كبيرة جدا. ما بنقدر نفتي قديش المنطقة ممكن نسوي لها صيانة إلا بعد اعتماد الموازنة لعام 2017. نأمل أن نقدر نعمل منه مسافة كافية من الصيانة، له أعطاء صيانة روتينية. ما بنقدر نعطي نسبة إنجاز لأنه عطاء مستمر، وبحسب موازنة عام 2019 إن شاء الله بنقدر نسوي فيه. إذا كانت إجابة بدها كمان أي توضيحات إضافية أنا جاهز. تفضل أخي. تفضل. سعادة الرئيس، الحقيقة أن الحديث له كان واضحا، مادبة كل أسبوع على الأقل مرة. معالي الرئيس، هذا الموضوع صار مع هذه الأجوبة الأسئلة اللي بين يدي، هذه إجابات معالي الوزير صار لها 5 سنوات. أنا يعني أقدر للوزير مهنيته وأحترم أدائه وأطلب منه مزيد من الإيضاحات خلال المدة القادمة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لك. السؤال الثاني عن حوادث المرور التي كان سببها
مواقع محطات الوقود، والجواب هو أن الأخطاء التي يرتكبها السائقون تشكل 85% من الأسباب المباشرة لوقوع الحوادث المرورية، ولا يعد موقع المنشأ محطة الوقود مخبز دول تجاري إلى آخره سبباً مباشراً في وقوع الحوادث. وعند رغبة المستثمرين بإنشاء محطات مهربات ورغم حاجتنا الماسة للاستثمار في هذا المجال بسبب مساهمة المحطات بالتخفيف من حجم البطالة وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية، تبدأ العقبات بوجه المستثمر بتعقيدات أمور السلام العام لموقع المحطة، فوزارة الأشغال لها شروطها والأمانة كذلك والبلديات والسير وكلها تتحدث عن السلام العام رغم أن موقع المحطة لا يؤثر على السلام العام، وذلك من أجل الحفاظ على السلام العام رغم أن الجواب بأن موقع المحطة ليس هو السبب في الحوادث المرورية ولا يؤثر سلبا على السلام العام. المطلوب من الحكومة إعادة النظر في الشروط المفروضة على ترخيص هذه المحطات من أجل زيادة الاستثمار في بناء المحطات المهربات لما فيه منفعة شاملة للوطن. شكرا سعادة الرئيس. تفتبين. فضلك. المادة 51 من الدستور والتي تنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته. وانسجاما مع هذه المادة أطالب بإلغاء رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من رئيس مجلس الإدارة وإناطتها بوزير الإعلام. فالسؤال المطروح: عندما يخطئ رئيس مجلس الإدارة كيف يتم مساءلته ومحاسبته؟ سعادة الرئيس وأنا أخاطب الحكومة من خلالكم، لابد أن يكون هناك وزير حتى يتم مساءلته تحت هذه القبة. بعد الاطلاع على الإجابات الواردة وللأسف الشديد وجدتها بأنها عبارة عن معلومات مؤرشفة مسبقا ولم يتم تمحيصها وتدقيقها، وهي إن دلت فإنما تدل على أنها إجابات شخص لا مبالي وغير مهتم. فإجابة رئيس مجلس الإدارة جورج حواتمة لمبررات شراء الخدمات تقول إنها جاءت لتوفر خبرة وكفاءة مطلوبة لأداء عمل محدد ولفترة محددة ولتقييم برامج إعلامية لمناسبات وطنية. وهنا لسان حال رئيس مجلس الإدارة يقول بأن كافة العاملين بالتلفزيون الأردني غير مؤهلين، ونحن نرفض أفضل المحطات الفضائية العربية بأفضل الإعلاميين. نعم، فهل هذه إجابة يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة؟ ووردت الإجابات بأن المؤهل والخبرة المطلوبة لدى الشخص المكلف على أساس شراء الخدمات تختلف عن العاملين في المؤسسة. وود أن أعرف ما هي هذه المؤهلات، وأنا طلبت خلال فترة معينة أن يزود لي بالعدد خلال 6 شهور. أخواني، حتى المحطة الثالثة الرياضية، من يطلع على هذه المحطة الرياضية يجد العاملون فيها ليس على قدر من المسؤولية. نعم، ليس على قدر من المسؤولية. الإجابة يا سعادة الرئيس، أنت نازل فينا تطمع بينا اليوم. لا ما لا نازل فينا تطمع، بلاش تجاوب سيدي. لا بلاش تجاوب اليوم سيدي، بلاش تجاوب خلاص. بلاش لا بلاش تجاوب سيدي. لا يا سيدي ما تطمع فينا أنت قاعد. إيه؟ خلاص سيدي ما تطمع. ما بدي السؤال الذي يريد. لا نطمع لك ولا نطمع. ثاني عشر كتاب دولة رئيس الوزراء. بشكر الحكومة أنها يعني استجابت لأحد توصيات اللي تقدر قيمته حسب ما أعلمنا فيها وأنا باللجنة رئيس اللجنة المالية بال 2008 أنها تتجاوز 10 مليار دينار. إلا أن ما فاجأني أن الطريقة التي قامت بها هذه الحكومة، وأنا لا أريد ولا أرغب أن يسجل في زمن هذا الرئيس الذي أنا أحترم ومحترم أنه نظيف اليد، أن يتم إعطاء هذه الدراسة لشركة واحدة دون أن يكون من خلال عطاء أو من خلال أكثر من شركة. يعني حصل هذا الأمر بشركة واحدة
لا أرغب ولا أتمنى أن يتم في زمن دولة الرئيس الملقي أن يتم هذا الأمر، لأنه يعني حسب رد برضو معالي الوزير الذي أحترم بقول إنه دون إعلان، يعني أول شيء هذا العطاء دون إعلان رسمي لهذه الدراسة ودون استدراج عروض ودون أن يكون هناك أكثر من شركة، يعني شركة واحدة. وفي رد معالي الوزير الذي أحترم بقول إنه في حال إثبات جدوى اقتصادية للمشروع يتم السير في توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج بين الشركة والحكومة وحسب الأصول. يعني أنت كحكومة ربطت حالك في هذه الشركة إذا طلع في جدوى لهذا الاستخراج. لذا أنا لا أرضى أن يسجل على هذه الحكومة. الرئيس بيقول الحكومة السابقة، يعني لا برضو احنا نبين، يعني برضو يعني انا والله انا بيهمني فوز الملك ابو فوزي يعني بصراحه، وانا لا ارضى ان يسجل في هذا الحكومه. لذلك اللي بطلبه ان يتم تصحيح هذا الامر دوله الرئيس، الا اذا في عند الوزير كلام غير هذا الكلام. شكرا. شكرا زميل وزير الطاقه، تفضل. ما قامت فيه الحكومة بهذا الخصوص حقيقة إنه يستند إلى أو القانون اللي بينظم عملية منح التراخيص التنقيب والتعدين عن المعادن هو قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1986، وقد نص القانون على إجراءات محددة لغايات منح هذه التصاريح والتراخيص، وهناك خطوات عملية حيث يتقدم المهتم بأي معدن من المعادن إلى سلطة المصادر الطبيعية سابقا اللي هي الآن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على رخصة تحري وتنقيب، وذلك بموافقة إما رئيس الهيئة أو الوزير حسب مقتضى الحال. وهناك مادة واضحة في هذا القانون، مادة 35 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، وما قامت فيه الوزارة حقيقة هو كان استنادا للمادة 36 على ألف من هذا القانون، والتي بموجبها تم منح رخص التحري وتنقيب إذا ثبتت الجدوى. وهي الخطوة اللاحقة في هذا الموضوع، إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع نقوم بالتوصل إلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج. اثنين، حقيقة إنه إحنا نسعى في المملكة الأردنية الهاشميين منذ وقت، يعني منذ عام 1993 لم يتم قبول أي استثمارات لخامات النحاس أو استثمارات جديدة. في العام 2011 إحنا قمنا بطرح عطاء دولي للتنقيب عن خامات النحاس في مناطق المملكة المختلفة، تقدم عدد من الشركات. الآن هناك شركة مكسيكية بالتشارك أو مشاركة عدد من المستثمرين من الأردن تقوم بالتنقيب في مناطق أخرى على حدود المحمية، وهي حتى يعني بالمناسبة طالبتنا بتوسيع هذه المناطق، فهي شركة عاملة ووقعنا معها في عام 2015 أيضا اتفاقية مشابهة للتنقيب عن النحاس في هذا الموضوع. فإحنا الإجراءات التي قمنا بها في هذا الإطار، وشكلنا لجنة عندما اتخذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص تضم أيضا بالإضافة إلى معالي وزير البيئة ووزير السياحة أيضا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حتى نضمن أن العمل في هذا المكان يتم بالشكل القانوني المناسب والملائم. إحنا الآن نتحدث فقط عن تحري وتنقيب ولا نتحدث عن خطوات لاحقة بانتظار أن يثبت هذه الجدوى. دراسات الجدوى دراسات مكلفة تكلف ملايين، ونحن المطورين أو من يرغب بأنه يغامر ويبحث أو يبدأ عمليات التحري والتنقيب بحكم مقتضى القانون، إحنا ملتزمين في المادة 36 على ألف إذا بده يصير في تطوير يجب أن يعود ذلك الأمر إلى مجلس الوزراء لاحقا. شكرا لكم. شكرا مع الوزير زميلنا في العطيف، تفضل. شكرا يا سيدي. طب يا معالي الاخ الفاضل، معالي الاخ الفاضل، ما دام انه استدرجته او اعلنته عن ذلك وكان في شركات تقدمت، وفي انت من عليه بتقول هذا مش بردك الجيب، بتقول انه في شركه برازيليه بتنقب حواليها، طب مكسيكيه او برازيليه، ان يكون هناك عطاء او استدراج او اشراف من نقابه الجيولوجيين، ليش اعطيت
تعتقد لشيء ثاني. انا انصحها ان ما قمت به من عمل ليس لا يليق بهذه الحكومه، واذا كان في خطا سابق لحكومه سابقه ان يتم تصحيح ذلك، لانه ما دام في شركه قائمه ليش يجيب شركه ثانيه؟ ليش تجيب يعني ليش تجيب السمعه مش كويسه لك؟ يعني في شركه قائمه وفي شركه عالميه، ليش تعطي لشركه ثانيه الا اذا في شيء ثاني؟ شكرا. تفضل معك. عن المناطق التي تقوم عمليا الشركه الاردنيه المتكامله لتقديم البحث عنها. المحميه حتى ما قبل عده اعوام كان هناك اتفاق ما بين الحكومه الاردنيه وما بين بعض المؤسسات الدوليه باعتبارها محميه وعدم السماح بالدخول اليها. تلك الاتفاقيه انقضى اطارها الزمني. ما نقوم فيه الان نقوم بحذر شديد للتاكد من انه فعلا هل يوجد النحاس بالكميات التي ذكرها سعاده النائب في معرض مداخلته ام لا. حقيقه أن هناك تساؤلات تملا الشارع، ويعني دائما يتم الحديث عن وجود كميات وانه احنا لا نقوم بواجبنا تجاه استغلالها. احنا سنضمن يعني خلال هذه الاتفاقيه الان نتحدث وبشكل مفتوح انه اذا ثبت انه هذه الكميات موجوده بكميات، الكميات موجوده وبكميات تجاريه ويمكن استغلالها، سنقوم بتطوير الاتفاقيات اللاحقه التي ستاخذ مسارها. وايضا ما نقوم به مره ثانيه يستند الى القانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعيه، وهناك ماده تمنح هذا الحق انه اذا في من يتقدم بطلب ان امنحه هذا الحق للبحثات، واذا هناك ايضا من يرغب في الدخول الى مناطق اخرى فنحن بالعكس نحن نقوم بالترويج لهذه المناطق، وقسمنا المملكه عدنا تقسيمها لتسهيل للتسهيل على المستثمرين للقدوم والتنقيب، وكلما زاد عدد من يقوم بالتنقيب وكلما زاد من عدد من يرغب بالاستثمار في هذا القطاع كلما كان افضل لعمليا حكومه المملكه. شكرا معالي الوزير. زميل تكتفي؟ انا اكتفي، بس بدي انبه انه معالي الوزير قال في رده وفي حال اثبات جدوى اقتصاديه للمشروع يتم السير في توقيع اتفاقيه مشاركه في الانتاج بين الشركه والحكومه، يعني انت ربطت حالك مع هذه الشركه فقط. بس للتوضيح، وانا راح اطلب بسؤال مذكرة التفاهم حتى استطيع دراستها بشكل صحيح. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. ثالث عشر، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6441 تاريخ 28/12/2016 مرفقه كتاب معالي وزير السياحة والآثار جوابا على السؤال رقم 72 والمقدم من سعادة النائب المحامي وفاء بني مصطفى. شكرا سعادة الرئيس. في الحقيقة يعني وجهت هذا السؤال من أجل معرفة كيفية إعطاء شركة زيد لقصوص وشركائه في هذا الإطار إلى عدد من الاستفسارات التي لم تردني بالجواب الذي وصل من وزارة السياحة والآثار. أولاً، رغم أن الإجابة احتوت على بعض الملاحق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، إلى أنه لم يتم الإشارة أو وضع الملحق رقم 1، والسبب في ذلك أن الملحق رقم 1 على ما أعتقد هو اللي بيبين مساحة وتفصيلات قطعة الأرض المقام عليها أو المقامة عليها هذه الاستراحة، وعلما بأن المقدمة الواردة في بداية الاتفاقية لا تشير في النص الصريح إلى مقدار المساحة التي يتم استغلالها. أما المسألة الثانية فهي استفسار أثاره الجواب الذي ورد من وزارة السياحة والآثار حول عدم كفاية الكفالة المالية أو البنكية التي يتم الالتزام بوضعها بموجب هذه الاتفاقية، حيث أن الكفالة التي يتم تقديمها هي فقط 5000 دينار، وفي حين أنه قيمة العقد السنوي وهي قيمة متواضعة أنا بشوفها جدا 14300 دينار أردني فقط لا غير سنويا. أيضا أود أن أستفسر عن البند السادس الوارد في هذه الاتفاقية، وأود أن أعلم من وزارة السياحة في إذا ما تم تفعيله أو إذا ما قام الفريق الثاني باستخدام
ما أتاحه له البند السادس من هذه الاتفاقية، وهي استخدام الموقع لغايات أخرى. فهل تم الموافقة من قبل وزارة السياحة والآثار على أن يكون هنالك استخدام لغايات أخرى لموقع أم قيس؟ والإعلان الذي صدر وتابعنا وهو موجود زملائي في الملحق الثاني أو في الورقة الإضافية الثانية، لأنه لم يتم الإشارة للملاحق بصورة قانونية صحيحة في الجواب، وهذا عيب في الجواب، إلى أنه ورد بأنه هذه الاتفاقية لخمسة سنوات، في حين أنه نص الاتفاقية أنها تجدد سنويا، والتجديد بناء على اتفاق خطي من قبل الطرفين. فأريد أن أعلم لماذا خالفت الاتفاقية هذا الشرط الواضح في العطاء، ولمصلحة من كان هذا؟ لمصلحة الشخص اللي رسى عليه العطاء، ولا لمصلحة وزارة السياحة والآثار؟ وأعتقد بأنه يمكن زملائي يشاركوني في هذا القول، ولكن أعتقد بأنه قيمة المبلغ الذي يعني تم إحالة العطاء فيه، أنا بعرف أنه في عطاء وفي استدراج عروض كان، ولكن للأسف بجد بأنه مبلغ جدا زهيد نظرا للموقع الذي يتم استثماره، وكان لابد من اتخاذ تدابير أخرى من أجل استدراج عروض أخرى من أجل استغلال هذا الموقع، سيما أنه في مواقع أقل من هذا الموقع شأنا ومساحة وتسويقا واستقطابا للسياح وللزائرين، يتم تأجيره أو استئجاره من قبل بعض المستثمرين بأضعاف هذا المبلغ. شكرا سعادة الرئيس. شكرا زميلي، تفضلي معي. شكرا سعادة الرئيس، شكرا سعادة النائب وفاء. احنا بوزارة السياحة قمنا بإجابة بالإجابة على الأسئلة المحددة التي سعادتي قمت بسؤالها. أما إذا كان هناك أسئلة أخرى فنحن يعني احنا مستعدين إنه نجاوب عليها. الأجوبة اللي قمنا فيها إعلام الصحف ومن خلال لجنة الاستثمار وبمشاركة مندوب ديوان المحاسب من كافة الإجراءات، بس للمعلومة وهون احنا مذكرين هذا الحكي بسند، هذا العطاء تم طرحه 4 مرات، يعني لم يتقدم لهذا العطاء أو استجاب لهذا العطاء أكثر من جهتين، فبالتالي احنا كنا بالنهاية تم الإحالة بناء على محددات فنية ومالية، الإحالة على الشركة اللي تم الإحالة عليها. السؤال الثاني اللي تم سؤاله ما مقدار الذمم المالية؟ ليس هناك أي ذمم مالية مستحقة على هذه الشركة. السؤال الثالث ما مقدار العائد المالي؟ العائد المالي هو يتمثل بالإيجار السنوي واللي هو تفضلت فيه 14300 دينار. هذا البدل تم زيادته، كان بالأصل 2000 دينار، تم زيادته ل 7000 خلال السنوات الماضية، ب 2014 تم تحديده على 14300 دينار، فهو بزيادة وكان أقل بكثير مما هو عليه اليوم. بالنسبة لتزويد حضرتكم بكافة نسخ العقود، فكل النسخ تم تزويدكم بها، إذا في أي شيء آخر لم نقوم بتزويده فنحن مستعدين على تزويد أي معلومة لم نقوم بتزويدها. شكرا. واحد، ويبدو أن الوزارة على استعداد لذلك، فأنا أنتظر أن يتم تزويدي وأكتفي حاليا. شكرا. شكرا زميلي. رابع عشر، كتاب دولة ونساء سوريا. فسمعنا بأن هذا الكلور يتم تصديره من عبر شركة تقيم في الأردن. أنا بشكر معالي وزير الصناعة والتجارة على رده كامل، وفعلا معلومات كاملة شافية، ولكن هل تأكدت الحكومة بأن المستعمل النهائي لهذا الكلور هل هي الشركات التي أوردت في كتاب معالي الوزير، أم أن هذه الشركات هي كانت غطاء للحكومة السورية لتستخدم هذا الكلور في قتل الشعب السوري الشقيق؟ فهل ترضى حكومتنا أن تستعمل هذه المواد التي تصنع عندنا في الأردن لقتل شعبنا السوري؟ أنا أشكر الحكومة على ردها الشافي
بمعلوماتها الكافية، ولكن لم تجيبنا هل كان من استعمل النهائي لهذا الكلور القاتل هو الشركات التي استخدمت لشغلات صناعية أم أن الحكومة السورية هي التي استوردتها؟ شكرا سعادة الرئيس. شكرا. تفضل مع الوزير. شكرا سعادة، كما يقصد سعادة النائب هي المستفيد الأخير. حقيقة هذا الموضوع سيتم تحويله للجهات الأمنية المختصة، لكن لا نستطيع أن نتأكد كحكومة إن كانت الشركات التي تمت قامت بالاستيراد داخل سوريا هي المستفيد أم هي غطاء، لكن أيضا هذا الموضوع سيتم النظر فيه من خلال الجهات الأمنية للتأكد من ذلك، مع العلم بأن الشركة هي شركة منطقة حرة خاصة وبموجب كافة القوانين والتعليمات المتعلقة بالمناطق الحرة لا يتم منحها أذون تصدير إلى الخارج، ومع ذلك سيتم دراستها من خلال الجهات الأمنية المختصة. شكرا معالي الوزير. زميل حسين، شكرا على هذه الإجابة، وننتظر أن الحكومة تأكدت أن من استعمل هذا هي الشركات أم أن استعمل لقتل. أن هذا السؤال جاء من وحي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، فنحن الآن نفتئت على وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن شركة المدن الصناعية. قضية الإطار القانوني الذي تم توقيع عقده من عام 1992 حسب قرار مجلس الإدارة، طبعا كانت أتعابه 5000 دينار، بعدين تمت زيادتها في 2009 إلى 6000 دينار، ثم تم منحه علاوة بدل سيارة مقدارها 180 دينار شهريا حسب الاتفاقية الموقعة بعام 2008، وبعد ذلك تم تعديل أتعابه أو تعديل المبلغ المتعلق بأتعابه في العقد من 6000 دينار مرة واحدة إلى 9000 دينار سنويا، بالإضافة إلى تقاضي بدل التنقلات بواقع 200 دينار. أنا شركة المدن الصناعية، أن تقوم بتعيين مستشار قانوني، طيب لماذا تقوم بتعيين مستشار قانوني بمبلغ مقدار 9000 دينار وهذه الشركة ووزارة الصناعة والتجارة تسخر بمديريات شؤون القانونية؟ شو مهمتهم معناته؟ انتم بتجيبوهم محرومية في القانون يعني بالوزارات وبتحطوهم وبالشركات وبعدين تثقوش فيهم وبشغلهم، ترجعوا بتعينوا ناس بآلاف الدنانير تنفيعات، وأنا مصرة على كلمة تنفيعات. ولماذا يتم تخصيص بدل تنقلات له في حين انه الانظمه والقوانين الساريه تمنع تخصيص بدل التنقلات فيما يتعلق بالمستشارين وبالعقود؟ هذه بدل التنقلات تعطى للموظفين، وهذا مش موظف، هذا ما شاء الله شيخ عرب مستشار جاي بالوزاره بشركة المدن الصناعية بارتفاع فلكي لراتبه من 6000 دينار إلى 9000 دينار، والحمد لله أنعم علينا بتجديده لعقده من بشهر 9 السنة الماضية، أنعم علينا بجدد عقده لشهر 9 السنة الحالية. فلماذا لا يتم أيضا تعيين استدراج عروض؟ ليش ما يكون هذا الأمر متاح لكل أبناء الوطن، لكل الخبرات القانونية الموجودة وهي كثيرة؟ شغلوا المحاميين العاطلين عن العمل واللي عندهم خبرات كثيرة جدا، خريجين الجامعات الأردنية المتراكمين، بدل ما تعطوا تنفيع على واحد مش ملحق شغل بمكاتبه الخاصة 9000 دينار بالشهر غير عن بدل بالسنة، غير عن بدل التنقلات، وغير عن طبعا العلاقات والتنفيعات اللي بحصل عليها نتيجة عمله في استشارة هذه الشركة. أنا بنتظر بتبرير من وزير الصناعة والتجارة، بنتظر بالتصحيح الذي انتظره ديوان المحاسبة منذ سنوات طوال بتصحيح هذه الواقعة التي تم الإشارة إليها
جهارا نهارا في تقرير ديوان المحاسبة، واعتبرت اختراق وخرق للنظام الذي يتم بموجبه التعاقد مع المستشارين القانونيين. شكرا. شكرا جزيلا سعادة النائب الموقرة. وكانت أتعاب بذلك الوقت 5000 دينار سنويا، ومن ثم تم تجديد عقده في العام 2009 ليصبح أيضا 6000 دينار، وفي العام 2015 تم تجديد عقده ليصبح 9000 دينار. شقين سيدتي سعادة النائبة وأصحاب النواب. الشق الأول بما يتعلق بالإجراء القانوني كشركة مستقلة ماليا وإداريا بموجب صلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة لهذه الشركة، تقوم بتعيين المستشار القانوني ضمن السقوف المالية الممنوحة لصلاحيات مجلس الإدارة. الشق الثاني أنه تم الإعاز لشركة المدن الصناعية عند انتهاء هذا العقد أن يتم الإجراء من خلال استدراج عروض، وأن يكون من ضمن شروط العروض طبيعة المواصفات للمستشار القانوني اللازم. لكن ما يجدر إليه الإشارة أن العقد الذي ارتفع من 5000 إلى 9000 على مدار 23 عام بداية، وهو عقد سنوي ويشمل الأتعاب، أي بمعنى آخر أنه لا يتقاضى أي أتعاب على أي قضية يتم اكتسابها من قبل شركة المدن الصناعية. وأؤكد بهذا الشأن بأنه تم الإعاز إلى شركة المدن ورغم أن لديها مجلس إدارة، بأن يكون عند انتهاء هذا العقد أن يتم الاتباع ضمن الأسس المعهودة، رغم أنه لا يوجد مخالفة قانونية في التعيين المباشر للمستشار القانوني. شكرا معالي الوزير. زميلي وفاء. تسعة في عام 2017، ولكن أعتقد بأنه يجب أن يكون هذا الأمر ثابت لدى الجميع، وما في عندنا شركة مدرجة وبتأخذ موازنة من موازنة الدولة الأردنية، والأردنيين كلهم بدفعوا رواتب الموجودين فيها وهي جزء من الإدارة العامة في الدولة. ما في حدا مستقل، المستقل واللي بده احنا يعني شبعنا من قصة أنا مستقل وعندي مجلس إدارة وبعمل اللي بدي إياه. احنا بدنا هون يكون في رقابة على الجميع، وهذه الشركة لا تملك أن تكون خارج إطار الرقابة المالية العامة، وهي وديوان المحاسبة جزء من الرقابة عليها، وهي تابعة ووزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس الإدارة بتوقع. لكن أنا بتمنى أن يكون هنالك رسالة واضحة بعدم إعطاء أو عقود مباشرة، لا عن طريق مجلس إدارة ولا عن طريق أي وزارة. لا نريد عقود مباشرة مع أي من المستشارين، أي مستشار يجب أن يكون هنالك استدراج لعروض وإتاحة مجال أمام كل الكفاءات الأردنية للمشاركة، سواء مستشار إعلامي أو قانوني أو مستشار فني أو خلافه. يجب أن يكون هنالك مجال للجميع ومساواة بين الجميع، ولا يكون هنالك تنفيع لأحد دون الآخر. أنا أكتفي بالإجابة. شكرا. شكرا زميلي. زملائي الأكارم، أخذنا قرار مكتب تنفيذي بأن يكون متحدث في كل جدول أعمال سواء جلسة رقابية أو تشريعية، أن يكون هنالك متحدث واحد باسم كل كتلة، وأن يكون يا أخواني لو سمحتوا، هذا مش موضوع النقاش اليوم. جدول أعمال وزع لكم صامت لو سمحتوا، سيكون هناك حديث لكل كتلة، لكل مستقل. من أراد الاعتراض فعليه الاعتراض من خلال ممثل الكتلة اللي أنتم ممثلكم في المكتب التنفيذي. راح نبدأ بثلاث دقائق لكل ممثل كتلة، وأعطى الكتل أعطوا الأسماء. راح نبلش في معتز أبو رمان عن كتلة الوفاق الوطني. معتز أبو رمان 3 دقائق. خلي يخلص زميلكم يخلصوا الاسماء المتحدثين وبعدين بعطيك دكتور. 7 زملاء راح اعطيكم حديث للي حاب يتحدث. 7 هاي ممكن خليه يتحدث وبعدين يحكي.
أمون عليك إيه؟ يا كلنا راح نحكي. طب ماشي طول معتز بلش أعطيك 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخوة الزملاء في كتلة الوفاق الوطني أن دعوني أن أتكلم باسمهم ولست بخبرهم. بداية المواعيد التي والوعود التي تطويها المواعيد، فأسأل الحكومة الكريمة أما آن لهذا القرار أن يترجل من مكاتبكم، فإن الشعب قد نفذ صبره وزاد عبره. أما الموضوع الثاني فقد طالعتنا الحكومة اليوم فيما يتعلق بمزيد من رفع الأسعار ومزيد من الأعباء المالية والضريبية القادمة على أبناء هذا الوطن الكريم، وأقول أن الحرة تجوع ولكنها لا تأكل بتدييرها، فما بال الحكومة إذا جاعت أكلت بقوت شعبها. إخواني الكرام، ارتفاع يقارب 20% عن العام السابق فقط للإيرادات الضريبية، ونتكلم عن 865 مليون دينارا ارتفاعا ضريبي. نتكلم عن تخفيض في الإعفاءات الطبية والذي تناوله بعض الزملاء أيضا من 155 مليون إلى 100 مليون، أي هنالك 55 مليون ظهرت كفاءة الإنفاق الحكومي على حساب الرعاية الصحية. وإنني من هذا المنبر أوجه عناية الحكومة الكريمة، وإني أراها مدبرة لا مقبلة، إن هذا الشعب لن يطيق مزيدا من تحمل الأعباء المالية والضريبية. علينا بنهج جديد، نهج استثماري. إن الجبال لن تفيدكم نفعا، فماذا ستقدم الحكومة في العام القادم بعد أن ترفع الضرائب في العام الحالي؟ أوجه عناية مجلسكم الكريم بأن الاقتصاد الإنتاجي كفيل برفع الموازنة. فقط لو أخذنا على سبيل المثال تلك المباني في عمان الغربية والتي في معظمها طابق إضافي غير مرخص، هذا الطابق يا أخوان لو تم فقط ترخيصه من قبل أمانة عمان، يعني بدل ما يظل عبارة عن مبنى بدون إذن أشغال، كم ستجني الأمانة من أموال تستطيع بها أن تغطي عبئها المالي، يعني مش أقل من 300 مليون دينار. هذا لا يحتاج إلا إلى قرار حكيم. نحن هنا نحاول أن نقدم الحلول لهذه الحكومة. شكرا جميل. أعطيه يختم. أختم بأن أقول بأن الحكمة في إيجاد تشريع اقتصادي وليس في إيجاد تشريع مالي. شكرا معتز. زميلي الدكتور عبد الله العكالي كتلة الإصلاح، كيف مكانك؟ طيب الزميل الدكتور عبد الله العكالي وينك؟ زميل الدكتور عبد الله اعطوه الصوت. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من دولة الرئيس من خلال موقع الرئاسة الجليلة أن يجيبني على ما صرح به في رده على كلمة مركز مستقل للمناهج. ما قصة هذا المركز؟ من صاحب القرار فيه؟ ما هو السند القانوني له؟ ماذا يتبقى لوزارة التربية والتعليم حين يخرج أهم جسم في هذه الوزارة وهو مديرية المناهج؟ المناهج كما نعلم هي الكتاب المدرسي، هي المنهاج، هي الفكر، هي التعليم. هل نحن بصدد خصخصة وزارة التربية والتعليم أيضا؟ أرجو أن أجاب على هذه التساؤلات بشكل واضح، محذرا من أن خروج قول بأن ذلك لابتعادها أو للبعد فيها عن التجاذبات السياسية. لا يوجد تجاذبات سياسية. الشعب الأردني بمجمله هو الذي هب حين علم بالتعديلات التي طالت المناهج، فلتبقى المناهج تحت قانون وزارة التربية والتعليم، لأنه إذا خرجت سيخرج الشارع بأسره. النقطة الثانية، أرجو من دولة الرئيس الذي انتظرته حوالي أسبوعين وهذا الثالث أن يجيبني على وعده حول الطالب الذي تم اعتقاله بناء على تسليم والده له. قام الوالد بحس المسؤولية وذهب وسلم ابنه
وهو طالب في جامعة الطفيلة بعد اقتحام منزله فجرا، ومع ذلك قام بروح المسؤولية بأسلوب حضاري بتسليم ابنه الجامعي، وها هو اليوم 18 ولم نجب على مصير هذا الطالب الذي هو على أبواب الامتحانات، واسمه عبد الله محمد تيم القراري. أعطيت اسمه لدورة الرئيس مرتين ولا زلت أنتظر الإجابة. شكرا. شكرا دكتور. الزميل الدكتور محمد العتايلي. أولا، ما هي الأسس والمعايير المتبعة والشروط اللازم توافرها لمن يرغب إلى الالتحاق في جهاز القوات المسلحة الأردني؟ وهنا أريد أن أطرح بعض الأمثلة لكي تكتمل فكرة وطبيعة سؤالي، والأمثلة كثيرة ولكن سوف أطرح البعض منها. أبناؤنا الحاصلين على معدلات جامعية عالية وعند التقدم إلى الخدمة في جهاز القوات المسلحة يتم رفضهم بسبب نقص في الطول بمقدار 1 سنتيمتر. وهنا السؤال، هل معيار الجودة يكمن بالسنتيمتر الواحد؟ وهل هكذا نريد أن نرتفع ونرتقي كفاءة أبنائنا في خدمة هذا الجهاز؟ ولماذا لا يشفع لهم معدلاتهم؟ المثال الآخر سيد الرئيس، عدم قبول المتزوجات في جهاز القوات المسلحة. وهنا سؤالي، إذا التحقت عزباء وبعد شهر من تسجيلها تزوجت، فما الفرق؟ أم أنه يوجد شرط بعدم الزواج ما دامت على رأس خدمتها؟ وأنني لا أرى مبرراً مشروع لهذا السبب من عدم قبول المتزوجات. والمثال الأخير سيد الرئيس، وجود تصبغ بسيط على اليد أو القدم أثر حرق في سن الطفولة، والذي لا يؤثر على الوظيفة أو الحركة، إلا أنه يعد سبب لعدم قبوله. ويوجد الكثير من المعايير التي لا تستند إلى أي مبدأ من مبادئ القبول. سيد الرئيس، شكرا لحسن استماعكم. شكرا زميل، شكرا. كتلة العدالة النيابية دكتور غوزي. زميل دكتور غوزي طيب تفضل. شكرا سعادة الرئيس، حضرات الزميلات والبقعة، وقتل أبنائنا داخلي أذهلتنا خلية إربد الإرهابية وتموضعها داخل الأحياء السكنية وبين مواطنين عزل آمنين. صدمتنا جريمة اغتيال الشهيد المفكر ناهض حتر على أدراج قصر العدل، جريمة الركبان ونحن من نستضيف ونتحمل أعباء اللجوء. أحزنتنا ومع ذلك شددنا على الجرح، عنف طلابنا في مؤسسات تعليمهم، غضبهم، تراجع في مخرجات التعليم، خطاب كراهية يتفشى فيما بيننا، وما وسائل التواصل الاجتماعي إلا أداة للكشف عنه وليست صانعة له. فساد مالي يتكشف هنا وهناك، بطالة وفقر تنتج اليأس والإحباط، اقتصاد متباطئ حد الجمود، معالجات طبية مهددة بالتقليص والتضاهر، جرائم مستحدثة، تعاطي غير مسبوق للمخدرات طال كافة الأعمار، الكثير الكثير في تسارع مرعب للأحداث كان آخرها ما جرى من بشاعة في الكرك من اعتداء على تاريخنا وأرواح أبنائنا. سعادة الرئيس، لن أستطيع أن أغطي كلمتي بكاملها ضمن هذا الوقت. لا أحد منا يتطلع إلى مدينة فاضلة أو مجتمع بلا مشكلات، لكننا مسؤولون بل ومساءلون بأن تكون استجابتنا على مستوى التحديات وبحجمها. وعلي يتوجب الاعتراف من جهة الدولة وبكل مكوناتها دون استثناء بأن ذلك لا يتم بتبني إجراء هنا وإجراء هناك دون سياق محدد مدروس وفعال.
ممكن تختم اذا تكرمت؟ يا اخوان احنا جذرنا عمل لكم على كل جلسه هنالك 7 متحدثين، 6 من الكتل وواحد من المستقلين، حتى يكون لكم رقابه دائمه اثناء جميع الجلسات. اذا تكرمت سعاده الدكتور بتخصيص وحدات سكنيه لهم، والله ما يدفع بسؤال عن سبب تاخير تخصيص وحدات سكنيه وهناك معاملات للمواطنين تعود لاكثر من 10 سنوات دون ابداء الاسباب والتاخير. هذا الوضع قاد الكثير الى بناء منازلهم داخل الوحدات الزراعية خلافاً لرغبة سلطة وادي الأردن التي لا نعلم مبرراتها بتأخير تخصيص وحدات سكنية لهم. اليوم مطلوب من السلطة الموافقة على إيصال خدمات المياه والكهرباء للمنازل المقامة داخل الوحدات الزراعية إسوى بباقي المنازل المقامة داخل الأراضي الزراعية. الرسالة الثانية، طريق العارضة منذ سنوات والحديث يجري عن توسعتها وعن وجود منحة لتوسعتها رغم أهمية طريق العارضة، فقد تم فتح إنشاء طرق ضمن محافظة البلقاء ليس لها أولوية كطريق العارضة. السؤال، متى سيبدأ العمل بتوسعة طريق العارضة وإلى أين وصلت إجراءات المنحة ذات الصلة بطريق العارضة؟ أما بالنسبة لوزارة الصحة، جرى في وقت سابق تخصيص مبالغ لتوسعة وصيانة مستشفى